اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها. أولا قرر تلاميذ المدرسة الإعدادية بالمنارة تنظيم انتخابات لاختيار لجنة السلوك الحضاري بالمدرسة. ترأس كل من ضياء وفائزة مجموعة من المترشحين. ضبط كل مترشح قائمة اسمية في الذين وعدوه بالتصويت لفائدته على مطبوعات تتسع كل منها لثلاثين ناخبا فكان مجموع الصفحات التي عمرها رئيس القائمتين سبعة وعشرين بفارق صفحة لفائدة ضياء وبقيت سبعة صفحات غير معمرة لعدم اتخاذ أصحابها قرارا بعد أحكمت فائزة تنظيم حملتها الانتخابية ففاق عدد الناخبين الذين صوتوا لفائدتها عدد الذين صوتوا لضياء بعشرين بعد أن صوت جميع تلاميذ المدرسة ألف أكتب في شكل مجموع عدد تلاميذ المدرسة الإعدادية حسب نوايا التصويت الاجابه نبحث عن عدد بطاقات ضياء 27 مع 1 على 2 يساوي 14 بطاقه عدد بطاقات فائزه 27 الا 14 يساوي 13 بطاقه عدد التلاميذ حسب نوايا التصويت 14 في 30 مع ثلاثة عشر في ثلاثون مع سبعة في ثلاثون يساوي أربعمائة وعشرين مع ثلاثمائة وتسعين مع مئتين وعشرة يساوي ألف وعشرين تلميذا باء أكتب في شكل مجموع عدد تلاميذ المدرسة الإعدادية حسب النتائج الفعلية لعملية التصويت الإجابة نبحث أولا عن عدد التلاميذ الذين صوتوا لفائزة علما وأن عدد الناخبين الذين صوتوا لفائدتها فاق عدد الذين صوتوا لفائدة ضياء بعشرين ألف وعشرون مع عشرون على اثنان يساوي خمسمائة وعشرين إذن مجموع التلاميذ حسب التصويت الفعلي يساوي 520 مع 500 يساوي 1020 تلميذا ثانيا أعدت السيدة نور خبزة مرطبات وجهها دائري قيس قطره بالسنتيمتر عشرون وكلفت أمل بتزيينه خلطت أمل 40 غرام من القشدة مع 60 غرام من السكر مع 200 ملليلتر من الحليب لتحصل على الخليط الذي زينت به خبزة المرطبات 1 لتر من الحليب يساوي واحد 1.30 من ألف كيلوغرام أحدثت أمل بواسطة ذلك الخليط على وجه الخبزة أكبر عدد ممكن من الدوائر تشترك في المركز وقيس قطر أصغرها بالسنتيمتر ثلاثة وينقص قطر كل دائرة عن قطر لاحقتها بثلاثة سنتيمتر ما عدد دوائر الزينة على وجه خبزة المرطبات؟ الإجابة عدد الدوائر المنجزة قطر الوجه خبزة المرطبات على ثلاثة يساوي عشرون على ثلاثة يساوي ستة فاصل سبعة وستين سنكتفي بالخارج الصحيح أي ستة أبني جدولا ذا أربعة أودية أذكر بواده الأول العدد الرتبي لكل دائرة وبوادها الثاني قيس شعاعها وبواده الثالث قيس قطرها وبواده الرابع قيس محيطها على أن تكون هذه الأقيسة بوحدة السنتيمتر الإجابة قيس المحيط يساوي القطر في 3.14 عشر العدد الرتبي قيس الشعاع قيس القطر قيس محيطها الاول واحد فاصل خمسه ثلاثه تسعه فاصل اثنان واربعون الثاني ثلاثه سته ثمانيه عشر فاصل اربعه وثمانون الثالث اربعه فاصل خمسه تسعه

في تزيين خبزة المرطبات؟ الإجابة: كتلة الحليب 1.35 في 0.2 لتر يساوي 0.206 كيلوغرام يساوي 206 غرام كتلة الخليط يساوي كتلة القشدة مع كتلة السكر مع كتلة الحليب أربعون مع ستون مع مئتان وستة يساوي ثلاثمائة وستة غرام أثبت حسابياً وبطريقتين مختلفتين أن معدل كتلة الخليط بالنسبة إلى السنتيمتر الواحد من الزينة محصور بين واحد فاصل اربعة وخمسين غرام وواحد فاصل غرام الإجابة طول الدوائر بالسنتيمتر مجموع قيس محيط الدوائر الستة يساوي تسعة مع ثمانية عشر مع

كتلة الخليط على طول الدوائر يساوي 306 على 197.82 يساوي 1.54686 من عشرة آلاف إذن معدل كتلة الخليط بالنسبة إلى السنتيمتر الواحد من الزينة محصور بين

واحد وخمسون على اثنان وثلاثون يساوي واحد فاصل وستة إذن معدل كتلة الخليط بالنسبة إلى السنتيمتر الواحد من الزينة محصور بين واحد فاصل أربعة وخمسين غرام وواحد فاصل غرام.